أسأل لورا، رحتي للأنبار وشفتي ناس هناك، أعتقد عندك مفارقة بالطريق، أيضا لبستي لبس خاص احتراما للمنطقة، هذا متأكدين منه. عادة الأجنبيات لما يجون أي منطقة يدرسون وضعها الاجتماعي ويلبسون اللبس اللي يناسبهم، وهذا شيء جيد حقيقة، يعني باحترام للمدينة. لكن المفارقات اللي صارت وياك؟ أنا كان عندي فرصة أروح رحلة أنبار وكنت كتير مبسوطة، بس يعني أنا ملت غلط شوي، فلما نحنا كان عنا كتير كل ال permissions وكل شيء، كل الموافقات موجودة، بس نحنا رحتي ويا سائق ومترجمة؟ وأنتي ثلاثة بالسيارة؟ نحنا ثلاثة والترجمة هي ما ركمل. أي ناس، بس لما نحنا وصلنا الحاجز وهون بقول السيطرة لما نحنا وصلنا السيطرة، نحنا كان عنا كل البرميشنز، بس بصراحة نحنا أنا كان عنا حجاب وكل شيء، بس بصراحة نحنا مخرنا شوي، so كان بدنا نفوت بسرعة. So هو قال so الشرطة قالونا وهن مين؟ هو على هي زوجتي وهي زوجتي تانية، وأنا قلت أنه بصراحة ما بعرف شو في براسي، بس أنا قلت لا 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 أنا زوجتي الأول، وهو قال وبعدين الحمد لله نحن ما كان عنا أي مشاكل، بس مفارقة حلوة.